واجب عليهم ان هم ينزلوا في كل فرصة تتاح للتعبير عن الرأي وللمشاركة في بناء الوطن، لابد ان لا نتخلى عن هذا الحق. هو مش بس حق، هو ايضا واجب تجاه وطننا ان احنا نقول رأينا، سواء كان رأينا إيجابي أو رأينا سلبي بالنسبة لأي استحقاق انتخابي أو دستوري. المشاركة حق وواجب، وبدعو كل المصريين نساء ورجال، وأنا عارفة أن الستات دايما بتكون سباقة، لكن نساء ورجال شبابا وكهول أنهم ينزلوا يقولوا رأيهم. معالي الوزيرة، شهدنا دور ملحوظ للمرأة، يعني الحقيقة المرأة المصرية دايما في خدمة وطنها، ودايما بتتقدم صفوف الوطن، ودايما بتشارك في كل القطاعات بحماس وبفاعلية. فأنا بأحيي المرأة المصرية لأنها فاعلة في كل أدوارها. شكرا شكرا معالي الوزيرة. يعني سمر وأحمد، كما شاهدتم الآن معالي كلمات معالي الوزيرة بعد الإدلاء بصوتها، عودة إليكم مرة أخرى.